بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا الآن عن حساب الـ NDVI، دليل طيفي نباتي هام، يستخدم في تطبيقات عديدة لحساب الجفاف، تقدير الجفاف، والأهم أنه توزيع العطاء النباتي، حالة التصحر، اللاندوس كبر، وعديد من الاستخدامات والتصنيفات لهذا الدليل الطيفي الهام، إضافة لأنه يدخل كعامل تصحيح وأساسي في حساب حرارة سطح الأرض مثل ما راح ناخذه بالمحاضرة اللاحقة بإذن الله. فنجي إلى أساسه ووضعه، وبالتالي راح نحسبه إلى اللانسات 9 واللانسات 8 واللانسات 7 و 5، يعني حتى نشوف الفرق بالحساب، مو ذاك الفرق الكبير بس بالترتيب الباندات. والأهم إنه يعتمد بالأساس على الراديومتريك كاليبريشن كناتج والمصحح لانحراف الزاوية السقوط وليس الانعكاسية. الانعكاسية للتصنيف الموجه وغير الموجه وفازي وغيرها، مثل ما شرحنا بالمحاضرات اللي سبقت هذه المحاضرة. طبعا إلى أساس نظري أنه الضوء الساقط على النبات سوف يتم تمثيله، امتصاصه بهدف تمثيله بعملية الفوتو ساينثيسيس اللي هي التمثيل الضوئي بوجود غاز ثاني أكسيد الكربون والماء، واللي ينتج الكربوهيدرات اللي هي الشكر والأكسجين. وأصل الفكرة إذا نجي عليها بهذا المخطط انه الكلوروفيل يمتص الطول الموجي الازرق والاحمر ويعكس الطول الموجي الاخضر، وبدرجه واضحه وواسعه الطول الموجي تحت الحمراء القريبه، ولكن احنا لين ندرك البعد البصري مالتنا ندرك اللون الاخضر فنشوف النبات باللون الاخضر نتيجه انعكاس الطول الموجي الاخضر. طبعا الدليل هو الفرق، هو التناسب بين الفرق بالطول الموجي والطول تحت الحمراء القريبة والطول الموجي الأحمر على مجموع هذين الطولين. وطبعا إذا كانت وهو مماثل لبيرسون بالارتباط، كل ما ارتقت القيمة إلى الموجب معناها النبات healthy وبصحة جيدة، وإذا تدنت معناها النبات يعاني من الستريس، الإجهادات أما ملوحة أو جفاف أو آفات أو غيره، وإذا كانت القيمة متدنية جدا تعتبر النبتة قد تكون ميتة أو في طور النضج التام والحصاد. وكذلك القيم السالبة في أحيانا تشير إلى الأجسام المائية غالبا خاصة العميقة، خاصة العميقة، وهنالك تصنيفات ومقاييس عالمية لهذه المسألة. بما أنه إحنا نريد نحسب يعني باندات مختلفة، العفو متحسسات مختلفة لللانسات، فاللانسات 4 و 5 و 7 يعني متقاربة، انه راح يكون عند الرابع والثالث، الباند الرابع والثالث، فالرابع هو نير انفراريد والثالث هو الاحمر، في حين اللانسات 8 و 9 راح يكون عندي النير انفراريد هو الخامس والرابع، بس هاي ننتبه لها بالمسألة. وبالتالي طبعا راح نقدر نحسب القيم الـ NDVI. نذهب إلى برنامج أرداس، وطبعا بالمناسبة أنه نقدر الخوارزمية اللي راح نطبقها حاليا تطبق لكل سنسر على حدة، نقدر نطبقها مرة واحدة لكل السنسرات لأن هي أصلا راح تكون منفصلة. نجي هنا، هذا راح نخليه مدخل إلى اللانسات 5، تمام. وطبعا راح تكون عندي احتاج ايضا للفلوت، وعندي للناتج النهائي والدوائر البسط والمقام، بسط والمقام، وعندي المعادلة الـ NDVI اخليها في مكان واحد ووصل بيناتي، وأكتب الملاحظات اللي أحتاجها حتى أعرف أني عملي
تمام زين. حتى نميزها نخلي هنا نكتب Landsat 5 NDVI. اوكي اعتقد هذا صار شوي زياده يعني. تمام اوكي نذهب الان الى الخوارزميه الاخرى مماثله لها راح تكون نفس الترتيب. هنا ايضا نعطيها تسميه Landsat Sat 7 NDVI. نقدر نكتب ايضا مجرد Landsat 7 للتمييز. هذا الاجراء يعني مو ضروري يعني مو ما راح يقدم مؤخر بالنسبه للمدير بس مجرد للتمييز ليس الا. هو من المدخل اصلا راح نقدر نميز هذا الاجراء لكن كتايتل. هذا بالنسبه لل NDVI الخاص باللانسات 8 خلف الصيغه. تمام ونكتب يمه الدلاله Landsat 8 NDVI Enter. طبعا ما تتفعل الا Enter حتى بكون ملاحظة. الآن شوي نزحف الموديل. موديل يعني ما بي ذاك المدخلات حتى يسوي له مشكلة بالعكس. تمام اوكي اوكي نرتبه. تمام نجلب ال NDVI هنا بهالشكل. يعني هاي الموديلات منفصلة نقدر لكل سنسر نسويها. واذا عندنا مثلا تغير زمني او نحتاج ال NDVI لسنوات متباينه نقدر نسويها مره واحده. ندخل ايضا هنا تمام اوكي نقوم بعمليه التوصيل بهالشكل. تمام حتى نميزه ايضا نعطيه تسميه Landsat 9 NDVI Enter. اوكي تمام خلينا نقوم بعملية الادخال والترتيب. نجي على اول شيء Landsat نروح الى المالتي راديو نلاحظ Landsat 5 1997 مالتي راديو. اوكي اوكي اجي الى Landsat 7 ارجع هنا 7 اقدر اخذ من 9 او من 3 ماكو مشكله لان هي 3 Landsat 7 Landsat 7 المهم اخذ المالتي راديو. اوكي اوكي مالتي راديو زين. طبعا هنا نقدر ايضا نخزن يعني نحفظها في ملف خاص مثل هنا Landsat 5 L 5 underscore 1000 T
997 NDVI هتميزها اوكي وتكون فلوت تكون فلوت تمام. هنا عندي اخذتها من لانسات 7 2009 اوكي. اذا المخرج راح يكون كالاتي راح يكون لانسات 7 2009 اوكي فلوت ما ننساها فلوت سينجل اوكي. نجي الان الى لانسات 8 مالتي راديو اوكي اوكي. وهنا انا اخليه DVI Landsat 8 2016 NDVI تمام ماكو مشكلة float single اوكي. نجي هنا الى Landsat 9 مدخل مال 9 طبعا نروح الى المالتي راديو اوكي اوكي. هنا ايضا لانسات 9 2022 NDVI اوكي بلوت سينجل. الاجراء اللي راح اقوم به الكل يعني المتحسسات هو نفسه بس عندي انتبه الى عندي اللانسات 5 وال7 اقوم بالاتي. خلينا نجي من هالجانب نعتبره هو البسط فبالتالي راح نقول الرابع ناقصا الثالث نير انفراريد ناقصا الرايد. هنا أنا عندي الرابع زائد الثالث اوكي. احول هنا الى قيم الفلوت فلوت وهنا نجري الموديل الموديل الكونديشنال كونديشنال ايدر انه ما يصير عندي قيمه بالمعادله صفريه تمام. وعندي المقام اللي هو n2 اروح الى دبل اكوال هذا موجود طبعا بالريليشنال اول وحده 0.0 هنا أنا عندي التناسب. نفس العملية راح أعيدها لكافة يعني السنوات مع ملاحظة أنه هي بس المعادلة بالأعلى البسط والمقام يصير بها تغييرات بالنسبة لبقية الدلائل الطيفية والباقي الموديل هو نفسه يعني باقي تنفيذ الموديل هو نفسه. فراح يكون عندي البسط تقسيم المقام اوكي. لاحظ نجي الان الى اللانسات 7 ايضا عند الرابع ناقصا الثالث هذا البسط الرابع زائد الثالث معنا نير انفراريد زائد الرايد اوكي. هسه صار عندي هنا المقام اذا نقوم بالفلوت وهنا الفلوت تمام. وهنا أنا راح نقوم بالعملية المنطقية conditional either تمام أو وهنا
المقام. المقام راح يكون هو 13. اوكي نروح الى الريليشنال يساوي تمام. هنا نقوم بعملية التناسب اللي هي راح تكون 12 مقسومة على 13. اوكي لان هنا يعني شلون صارت 3 المفروض تقسيم 2. اوكي تمام ما عندنا عليها. اوكي شوف اتعرف الموديل. نجي الى اللانسات 8 راح يكون العملية هناخذ هذا نفترضه من جهة جهة هو البسط راح يكون عند الخامس لان هو النيرون فرايد ناقص الرايد الرابع. وهنا ايضا راح يكون الخامس زائد الرابع. اوكي هاي ننتبه لها خاصة من عند تغير زمني. البقية الاجراءات هي نفسها فلوت. اوكي و نفذ الموديل conditional either او ناشي. عندي احنا المقام اروح للريليشنال وهنا ايضا قم بعملية التناسب. التناسب معناها عندي 20 تقسيم مقام. اوكي اذهب الان الى اللانسات 9 نفس الاجراء راح يكون عندي 5 - 4. اوكي عندي 5 + 4. اوكي هنا ايضا ناخذ قيم الفلوت. هنا ايضا قيم الفلوت. اوكي وننفذ الموديل نروح الى conditional either. اوكي 0 وطبعا يكون عندي قيمة المقام relational. اوكي اور نجي عملية التناسب 29 تقسيم 20 احسن. اوكي الان الموديل جاهز بس نتأكد انه اكو فلوت. اوكي فلوت 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 فلوت. اوكي ننفذ الموديل بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كلوز. نستدعي القيم. عندي NDVI أول وحدة 1997 فيت. أوكي تمام لاحظ أعلى قيمة 1 وأقل قيمة -1 ضمن الحدود الطبيعية. أوكي إذا اتمنيت على هاي العملية هنا
يعني ضمن الرينج ماينس 1 1 اوكي ماكو مشكله، لكن اذا زادت معناها اكو غلط بالمعادله، يعني اكو غلط بالموديل، ما مقبول الزياده ضمن الحدود اوكي، لكن اي زياده ما مقبوله. نذهب الى 2009 عفوا فيت ونشوف اوكي ما عندنا مشكله ايضا المينيمم ماينس 1 اوكي معناها مثاليه. ريموف نذهب الان الى 2016 اللي هو 8 اوكي تمام. لاحظ ايضا ماكسيمم 1 ماينس 1 ريموف. نذهب الان الى 22 اللي هو لانسات 9 اوكي تمام. اذا انا عندي الان عده لقطات NDVI لعده سنوات ومن عده متحسسات، وهذا هدف المحاضره. طبعا نقدر مثلا نجرب فد مقارنه بسيطه ونشوف مثلا مع ال 97 مثلا نشوف الحاله 97 نشوف الغطاء الاخضر. طبعا اللون الابيض هو الغطاء الاخضر، نلاحظ الغطاء الاخضر اوسع من طبعا هنا اقوى السطوع بالنسبه للون الابيض من هذه اللقطه، معناها اكو غطاء نباتي صحي وكثير وكثيف في هذه المنطقه. اذا نلاحظ مع هذه المنطقه يعني اذا نربط الزراعين نوصل الى هذه المنطقه، نلاحظ يعني ال 97 الغطاء الخضري اوسع واكثر نصوعا من 2022، علما انه لقطتين انه في وقت الربيع بآذار، في وقت الربيع في آذار. لاحظ طبعا من المعلوم انه العراق الزراعه بيروائيه، لذلك الغطاء النباتي راح نلقاه يعني متكثف عند حافات نهر دجله، هذا نهر دجله واللي يعني هو يدخل في بغداد عاصمه العراق من الشمال الى الجنوب تقريبا، بعد وضعيه متعرج، هاي جهه الجادريه هنا تمام. ونلاحظ اكو اختلاف وتباين، وان كان التوزيع الزراعي للمنطقه او الخضر للمنطقه تقريبا ثابت. انتهت المحاضره الى هنا، مع تحياتي لحضراتكم أستاذ دكتور أوراس محيطاها، جامعة الكرخ للعلوم، كلية التحسس النائي والجيوفيزياء، قسم التحسس النائي. تحياتي.